من الإشكاليات الخطيرة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة على قطاع غزة الارتفاع أو وجود مياه الصرف الصحي في شوارع القطاع. هذا الأمر بات منتشرا بشكل خطير في مدينة دير البلح أو بقية المدن في ومخيمات قطاع غزة، الأمر الذي يعني مزيدا من التحذيرات حول إمكانية انتشار الأوبئة، والأخطر أنها داخل التجمعات السكنية. أول شيء الطريق العام مليان كله مجاري، الماتور ما أقدرش أحطه أول حاجة عشان أشغله، وثاني شغل الناس تعرفش تقف، وثاني شغل الناس تعرفش لما كان من وقفة من مرة، وثالث شغلة كمان الريحة، الريحة بتأثر على الواحد، بس عنده أمراض جدا يعني مكان صعب، ريحة ما بتطوقهاش الواحد غصب عنه وقف يشتغل عشان يشم الريحة مش قادر يتطوقها، غصب عنه مش أمور شغله. الوضع صعب يعني الريحة هذه أكثر من 4 شهور وهي خشينا على الشهر الخامس زي ما هي ما تحلتش. باجي نطفو ترجع القصه هي فيش مجال بدا حال جدر هذه مش عارفين نحلها. عندنا امور كثير احنا بنعاني منها يعني كوارث كثير ومنها المجاري، يعني المجاري هي طافي زي ما انت شايف بشكل عام. هذه المجاري يعني عملت اوبئه وعملت امراض عند الاطفال وعند كبار السن، في كمان حالات معهم امراض مزمنه بشكل عام، فاحنا يعني والكبد الوبائي كمان منتشر في الخيام النازحين هون، فبالتالي يعني نطالب كل المسؤولين او المشرفين على هذه انهم يعملوا اي شيء انجاز من اجل تنظيف المجاري. يعني حتى احنا كمان بنعاني لانه احنا يعني احنا مش مع او ضد البلديه، يعني احنا بنعرف انه لا في كهرباء ولا في ميه، يعني الاسرائيليين قطعوا كل شيء عن قطاع غزه، الكهرباء، الميه، الغاز، كل هذه الامور هي اللي ممكن تحل هذه الازمه. المشكله المتعلقه بالمياه الصرف الصحي مشكله خطيره لانها تتسبب بامراض وهي موجوده في وسط التجمعات السكنية، وفي ظل وجود أيضا نازحين في مدينة دير البلح والأعداد الكبيرة التي لجأت إلى هذه المدينة، معنى ذلك أننا نتحدث عن استهداف فئة كبيرة من الفلسطينيين بإمكانية انتشار الأوبئة جراء هذه المياه التي تغطي غالبية شوارع مدينة دير البلح.